نخرج بقى من أجواء دوري الأبطال، نروح كده القصة غريبة شوية الحقيقة ومثيرة. موسى بطلها، موسى نوح كامارا لاعب منتخب سيراليون، واللي فاجئنا الحقيقة كلنا بعد ما لقينا رسالة استغاثة منه عن زوجته عبر السوشيال ميديا. موسى كان انضم من فترة قريبة لصفوف الاتحاد الليبي وتم تقديمه طبعا للجمهور، وخرج وهو سعيد جدا وبيوضح سعادته الكبيرة بالخطوة اللي خدها دي. بعدها سافر فريق الاتحاد الليبي لبوراندي لخوض مباراة في دوري أبطال أفريقيا قصاد فريق فلامبو بطل رواندا. بالمناسبة الكسبان منهم ممكن يواجه الزمالك في حالة تأهله لدور ال 32، وبرده ماتش الذهاب ده خلص، وده لو ماتش الذهاب خلص 1-0 في بوراندي. لكن موسى كامارا ما سافرش بحجة ان هو بيعاني من اجهاد وغير جاهز للمشاركة في اللقاء. لكن في اليوم الثاني بقى من سفر الفريق لبوراندي حصل اللي محدش يتوقعه. موسى قال ان هو سمع اصوات اطلاق نار قريبه من المكان اللي هو بيسكن فيه في ليبيا. الامر ده طبعا خلاه يخاف ويشعر بنوع من انواع الرعب، فلجأ طبعا لمراته زوجته اللي اسمها حواء. لكن الرد وصل له بقى من مراته غريب جدا جدا الحقيقه، ومحدش ممكن يفكر يعني ان هو ممكن زوجته ترد تقول كده، لان هو لما اتصل بيها عشان يستغيث من اللي حصل معاه في ليبيا حسب روايته فوجئ ان هي لغت تذكره العوده الخاصه بيه لسيراليون اللي كان محضرها يعني لو حابب يرجع في اي وقت لبلده. وقالت له نصا ان هي ما يهمهاش اللي هو بيقوله، وان هو لو حصلت حاجه في ليبيا هيزعلوا عليه شويه، لكن هي ممكن عادي جدا تتجوز بعده واحد تاني عادي جدا. فطبعا يعني موسى ما كانش قدامه اي حاجه غير ان هو نزل فيديو على الفيسبوك ظهر خلاله وهو شايل سكينه، وقال فيه نصا من دلوقتي يا جماعه اي حاجه هتحصل لي هيكون السبب فيها هي مراتي، يعني حتى لو تعرضت للموت. ولحد دلوقتي اللعيب في ليبيا بيستنى تحديد مصيره طبعا من قبل نادي الاتحاد، يعني الاتحاد. يعني الغريب طبعا يا جماعه ان الست اللي تبدو زوجه غير وفيه في القصه دي، وان هي مش هاممها، وان هي بتقول له انت لو مت انا هزعل عليك شويه بتكه هتجوز بعديك عادي جدا، كان ليها برده لقطه شهيره جدا وقت كاس الامم الاخير برده لما جوزها موسى كامارا ده كان بيستعد للسفر مع منتخب بلاده للكاميرون عشان يشارك لاول مره في كاس الامم الافريقيه. وقتها راحت مراته تودعه ونزلت قصاد الناس كلها وقبلت قدمه وحققت الصوره دي انتشار كبير جدا وجدل كبير جدا وعصافير الكناري يا جماعه واللاف كابلز مش عارفه ايه. دلوقتي نفس الست دي بتقول له انت ممكن تموت عنك عادي، واول ما تموت هزعل عليك شويه والدنيا هتخلص. ايه رايك في الموضوع ده؟ ده ما تردش عليه غير بكوميكس واحد كده، الاستاذ سعيد صالح في العيال كبرت. ايه يا شيخ؟ ايوه ما بجد يعني الموضوع غريب قوي، ما تقلقش غير كده بصراحه. ولغت عودته ليه؟ طب خلاص انت لو مش عايزاه طب ما لغت تذكره العوده ليه؟ دي حاجه غريبه جدا، انا ما شفتش كده لو صراحه. لو بتصرح بان هي لا عادي جدا انت اتكل على الله واحنا هنشوف غيرك احنا تمام نتجوز بعديك.